السلام عليكم من جديد، اسعد الله صباحكم بكل خير ومحبه. احنا متواجدين في منطقه الرشاديه 1600 متر عن سطح البحر في محافظه الطفيله. تفضل حي الله عبد الله. احنا موجودين بالطفيله زي ما حكى ابو رند، احنا على ارتفاع 1600 متر على مرتفعات الطفيله. حاليا بلشت تسقط الثلوج في هاي المنطقه اللي احنا موجودين فيها زي ما احنا شايفين الان بالفيديو. الان يعني بدايه خفيفه ان شاء الله، والخير قادم بالساعات القادمه ان شاء الله. وهي نحن معكم على بث مباشر في منطقة الطفيلة على مرتفعات الطفيلة. ما شاء الله، اللهم اجعلها الثلوج مباركة وامطار مباركة تعم معظم مناطق المملكة وكافة محافظات المملكة باذن الله تعالى. اشتداد واضح على وتيرة الثلوج هنا. ابو عبد الله، شو مميزات المنطقة هاي؟ هاي ارتفاعها 1600 متر، طبعا هاي من سلسلة جبال الشراء في الجنوب اللي هي الكرك والطفيلة ومرتفعات معان وادي موسى والشورك. هاي يعني ارتفاعاتها عالية عن سطح البحر من 1400 ل 1720 متر، طبعا أعلى ارتفاع موجود في الجنوب على 1720 متر اللي هي جبال الهيشي أو منطقة الهيشي. احنا 1600؟ احنا على 1600 متر الآن موجودين. ما شاء الله أجواء باردة الحرارة تقريبا واحد الآن موجودة في المنطقة اللي احنا موجودين فيها، الحرارة تقريبا واحد درجة واحدة درجة واحدة الآن موجودة. بداية ضباب في الجبال. رياح شديدة وعاصفة هنا في المنطقة، وأجواء باردة بشكل عام، ودرجة حرارة درجة واحدة الآن فوق الصفر، وأجواء باردة بشكل عام. هاي بداية لانتصاف الثلوج إن شاء الله تعالى، أن تكون الثلوج مباركة على معظم المناطق اللي بتسقط عليها الثلوج. منخفض في الموسم واول ثلج بالموسم ان شاء الله. طبعا بكره بدايه المربعانيه 21/12 21/12 بدايه المربعانيه ان شاء الله. اشتداد على تساقط الثلوج. حلو كثير هيك نشوف ان شاء الله موجود بالاردن، يعني احنا شفناه الاسبوع اللي فات في مرتفعات لبنان، واليوم نشوف هاي الثلج بمرتفعات الاردن. الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله انه الثلوج خير ومبارك باذن الله تعالى. موسم خير ان شاء الله علينا. خير ان شاء الله، بنشوف الثلج بكل الاردن في مرتفعات الوسط والشمال ان شاء الله. لا ننسى اخونا زياد الموجود معنا بكادر الطقس العرب المتواجد في منطقه الرشاديه، كل تحيه زياد. مستمتع بالثلج زياد؟ ها طبعا اكيد. ما شاء الله زياد على وتيره الثلوج الان في هذه الثلوج مو ضباب ضباب نعم برد ضباب. وفي اشتداد على الحاله الجويه بشكل عام ما بعد ساعات العصر ان شاء الله، حسب النشرات الجويه الصادره من طقس العرب خاصه الشمال والوسط بالنسبه للامطار والبرد. يعني هاي المنطقه كونها مرتفعه يعني جابت الثلوج صباحيه زياده. طبعا عبد الله ايش وضعك؟ هلا زياد. زياد ضمننا الان فريق طقس العرب اللي توجه للمناطق الجنوبيه لتغطيه الحاله الجويه. ايش زياد خبرنا عن الثلج؟ والله ننتظر ان شاء الله انه اشتداد الثلوج ان شاء الله تعالى. ان شاء الله هي بدايه كويسه ان شاء الله. في تراكم يعني لسه ما في تراكمات حاليا في المنطقه اللي احنا فيها، بس في بعض مناطق الجنوب صار في بعض مناطق الجنوب في مندوبنا حمزه العمرات في منطقه جبال الشوفك ومنطقه وادي موسى. وادي موسى نعم حاليا في تراكم بسيط. اشتد اشتد اشتداد واضح على وتيره الثلوج. واخونا محمد السبالي ابو عبد الله مبسوط.
على الوضع. ابو عبد الله ما شاء الله بتزيد قاعده يعني كل مالها عم بتزيد الثلج وبتزيد التساقط وان شاء الله بنشوف التراكمات وبنشوف الثلج على الارض ان شاء الله يا رب. هاي واضحه مبينه طبعا تابعونا عبر طقس العرب زياد وتراكم عن تغطية خاصة عندي والله طفيلة بس في صار تراكمات بالزوايا صراحة. نعم صحيح هي تطلع يعني المناطق هذيك لسه بداية بدايتها ان شاء الله بداية خير للمنخفض الجوي تراكمات خفيفة الى الان بالزوايا يعني الاجواء فعلا جميلة جميلة جدا. ابو عبد الله ما في مطر مباشره ثلج انتوا عندكم مباشره ثلج انتوا مباشره ثلج. نعم حاليا بدات الاراضي تكتسي بيضاء بسيطه لكن الشارع حتى بلش يعني وهي الشارع بلش ابيض بعد الثلج اللي بتنزل ما بتذوب ما بتذوب لان الجو بارد يعني درجه حراره واحد الان اتوقع نزلت اكثر كمان حاليا واثناء البث يعني المنطقه اصبحت بيضاء شو درجه الحراره في محطتنا في طقس العرب الموجوده عندكم في المنطقه اصبحت بيضاء والله الحمد درجه الحراره الان واحد بالضبط الان حسب محطات طقس العرب الموجوده في المنطقه الرشاديه الان الارض بيضاء الثلوج لا تزال تتساقط هنا المنطقة في محافظة الطفيلة منطقة الرشادية التي ترتفع عن سطح البحر 1600 متر منذ قليل بدأت تساقط الثلوج ولله الحمد والفضل في طبقة زي ما ملاحظين انتم على الأرض بلشت تمسك محمد بنضم لنا الان عبر البث المباشر الهاتف زميلنا محمد الشاكر ليعطينا على اخر المعلومات الجويه. تعال بس بعبئ شوي عشان بس هون يعني عشان نسمع الصوت يعني مستمعين يسمع الصوت. تفضل محمد. مع الخير لك عامر مع الخير لجميع المشاهدين والمستمعين مع الخير ايضا جميل محمد الزياد يعطيكم العافيه جميعا. صباح الخير صباح الخير محمد يعطيك العافيه انت جميع الكادر. شو رايكم بالاجواء عندكم؟ والله حاليا ثلوج كثيفه صراحه. نعم هو طبعا الجبهه البارده الان تعبر يعني اجواء المملكه فصار في عندنا هطولات موجوده في مناطق مختلفه من الشمال للجنوب على شكل طبعا زخات اما مطريه او ثلجيه بحسب الارتفاع. وتراجع كبير في درجات الحراره حدث متوقع استمرار يعني هذه الزخات تقريبا خلال الساعتين القادمتين بعد ذلك راح ممكن يكون في تراجع شوي كما ذكرنا في الحاله الجويه نتيجه انه في تمهيد لعبور جبهه اخرى مع ساعات المساء الاولى باعتقادي ان منطقه الرشاديه ومرتفعات الطفيله ما زال لديها فرصه خلال الساعات القادمه لاستقبال المزيد من الزخات التي قد تكون حتى يعني محليه الطابع ليست بالضروره غيوم متحركه من مثلا البحر الابيض المتوسط باتجاه المملكه لا قد تتشكل سحب فوق هذه المرتفعات ويعني ان شاء الله نشوف هذه المرتفعات فيها الرداء الابيض والمزيد من التساقطات الثلجيه خلال الساعات القادمه. ان شاء الله ان شاء الله. زميل محمد معنا انقطعت نعم معك
معنا. بس الحاله هاي اللي ما راح تستمر في المنطقه الجنوبيه اللي احنا موجودين فيها حاليا حتى نشوف حتى يشوفونا المتابعين. يعني المنطقه الجنوبيه اجمالا موجود فيها فرصه السد الان خلال الساعتين القادمتين، وايضا خلال تقريبا ساعات المساء الاولى ممكن تجد الفرصه مره ثانيه لان تشهد بعض التساقطات الثلجيه، ولعل يعني المناطق مثل اللي انتم متواجدين فيها منطقه الرشيديه والقادسيه مناطق اللي بيزيد ارتفاعها عن اكثر من 1400 متر عن سطح البحر. هذه المناطق بشكل عام يعني مناطق اي هطولات خلال الساعات القادمه هي هطولات ثلجيه. فبالتالي مع دخول الجبهه الاخرى اللي راح تتركز في المنطقتين الشماليه والوسطى على وجه التحديد، لكن مع دخولها ربما تمتد بعض البطولات لتشمل المناطق الشماليه من الاقليم الجنوبي، بمعنى مناطق الكرك واجزاء من الطفيله ممكن تعرض للبطولات. في هذه الحاله نتحدث عن تجدد فرصه جيده لان تحدث تساقطات ثلجيه من جديد في ساعات المساء الاولى في هذه المناطق المشيده للساعات. ان شاء الله ان شاء الله. زميل محمد بلشت الان تراكمات، الان الثلج واضح على الـ على الـ على الارض، يعني الان في تراكمات موجوده حاليا على الارض زي ما احنا شايفين، وان شاء الله هتستمر ونشوف تراكمات اكثر من هيك ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله. لا بالعكس المنظر عندك رائع محمد والشباب، يعني المنظر يعني مستجد طبعا بعمان بشكل اساسي، نشوفه بعمان ونشوفه باقي المدن، ولكن بحمد من الله يعني بعد هذا التاخر في الموسم والانقطاعات وخاصه المنطقه على المنطقه خاصه المنطقه الجنوبيه لم يكن ضمن التطور المطلوب، ما شاء الله الان نرى يعني على الشاشه يعني منطقه الغذاء الابيض والتساقطات الثلجيه وحتى انخفاض الرؤيه الافقيه جميعها تاتي ايضا بالتزامن مع بدء المربعانيه، فهذا خير من الله والحمد لله على هذه النعمه، وان شاء الله تستمر المزيد والمزيد من التساقطات الثلجيه الان في هذه المرتفعات ليحدث المزيد من التراكم، في النهايه كل هذه المياه مفيده في هذا الوقت الحرج في المملكه. الحمد لله الحمد لله. محمد طمنا على الحاله الجويه في عمان. العاصمه عمان الاجواء طبعا فيها بارده للغايه، درجه الحراره تقريبا في غربي العاصمه عمان ما بين 4 إلى 5 درجات مئويه فقط. في امطار عم تحصل متواصله تقريبا منذ ساعتين. في زخات من البرد احيانا على القمم العاليه في العاصمه عمان، تحديدا في منطقتي صويرح ودال علي تسقط بعض الزخات الثلجيه احيانا من وقت الى اخر، كما تكلمت عن التراكمات فيها صعبه. ايضا باقي مناطق تعرضت لبطولات مطريه، فالحمد لله المنخفض بدا في امطار جيده، ونتوقع يعني بشكل عام استمرار هذا النسق التصاعدي للمنخفض خلال الساعات القادمه، ولكن مع التاكيد على ان هناك تراجع في الدخولات لفتره معينه ما بين تقريبا بعد الظهر وحتى ساعات العصر قبيل عبور الجبهه الهوائيه التي اعتقد ان تكون اشد من ناحيه الهطولات، وان تجذب هطولات يعني مطريه متواصله خلال الساعات القادمه. الحمد لله رب العالمين، بدها عدس الشغله. اكيد هي بدها يعني هذه الاجواء حاليا لانها نعم هي محمد صراحه الوضع عاصف جدا عندنا، اشتدت الرياح بشكل كبير جدا هنا، عاصف وسقوط كثيف للثلوج. الحمد لله. محمد معنا؟ معك انا وبنظر للشاشه يعني الرياح طبعا اليوم مميزه جدا، تكون خاصة في ساعات بعد الظهر والعصر، أتوقع هبات قوية جدا، ومناطق الرشادية ومرتفعات الشراء هي مناطق تتميز أصلا بالرياح الشديدة والقوية، فيعني دعوتنا للجميع تسليم مقتنياتهم الخارجية، وأنتم كمان في بالكم على حالكم في هذه الأجواء مع اشتداد سرعة الرياح في الساعات القادمة، منظر رائع صراحة شهادة الثلوج في المملكة الآن وفي الطفيلة. ان شاء الله يعني تستمر ويكون تعيش هذه الاجواء، يعني انا بتمنى اكون معكم مره. الله يحفظك ويبارك فيك ان شاء الله، وتعم الخيرات كافه محافظات المملكه
سواء امطار ولا ثلوج، وان شاء الله موسم خير باذن الله تعالى. اي شيء تضيفه استاذ محمد؟ بالعكس يعطيكم الف عافيه، ان شاء الله يعني متابعين معكم خلال النهار هذا اليوم او خلال اليوم، ان شاء الله يكون منخفض خير وبركه على الجميع، وان يجلب الامطار والثلوج في كافه مناطق المملكه باذن الله. باذن الله تعالى، شكرا جزيلا محمد على هذه المعلومات القيمه وبارك الله فيك، وان شاء الله في مرات قادمه بتكون مرافقنا يعني في الاحوال الثلجيه باذن الله. ان شاء الله بارك الله فيك. ان شاء الله اكيد بالتاكيد. الله يحفظكم. لا زلنا معكم في تغطيه خاصه للمنخفض الجوي في منطقه الرشاديه في محافظه الطفيله، لا تزال الثلوج تتساقط لله الحمد والفضل منذ اكثر من نصف ساعه. اللي ما يميز التساقط الثلوج الرياح الشديده الان تغب على المنطقه، اجواء بارده، درجه الحراره درجه واحده الان، ثلوج قويه باذن الله تعالى بدات من نصف ساعه ومستمره حتى هذه اللحظه. نحن معكم في بث مباشر من منطقة الرشادية على ارتفاع 1600 متر عن سطح البحر. أبو عبد الله الكلمة لك. نعم، كان معنا زميلنا محمد الشاكر زي ما سمعنا وحكينا عن حالة الطقس في الجنوب وعمان والأردن كلها. الآن اشتداد على تساقط الثلوج، الآن الثلج بلش يبين زي ما احنا شايفين، بلش يبين على الأرض يا أبو عبد الله، يعني نعم. تورجي المتابعين والمشاهدين أن الثلج الآن بلش يبين على الأرض. نعم، خلينا نمشي مع بعض احنا هيك. سوينا جولة بداية تماسك الثلوج على الأرض. بلش الضباب أبو عبد الله؟ الضباب حاضر. بلش بشكل قوي يعني. يعني ملاحظ حتى حبات الثلج ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد، حبات يعني كبيرة، مش من نوع الثلج. لا مش من نوع الثلج الصغير الكبير. نعم صحيح. بمسك بدها عدس الشغلة. بدها عدس. نعم، طبعا الأرض ناشفة كانت من أول. ما في مطر، ما في تساقط مطر، مباشرة نزل ثلج. ما يميز الموضوع أنه الارتفاعات هون يعني خلاص، بس ينزل أي شيء مطر هذا بينزل ثلج مباشرة. سبحان الله، الحرارة ما هي متدنية، وإن شاء الله يعني في نكون معكم يعني دائما في هذا البث المباشر باذن الله تعالى، مستمر معكم من اعطينا الاحداثيات مره ثانيه اللي ينضموا لنا جديد. اللي ينضموا لنا جديد، احنا الان موجودين بالطفيله على مرتفعات الطفيله على ارتفاع 1600 متر في المرتفعات الجنوبيه لمحافظه الطفيله، بالتحديد منطقه الرشاديه والقادسيه. طبعا هي تابعه اداريا للواء بصيره. احنا الان موجودين، هاي الان الثلوج، منظر جميل. طبعا الان الثلج بلش يبين على الارض، تراكم الان تساقط غزير للثلج. هاي في جنوب الاردن، جنوب المملكه، شايفين تساقط جدا غزير. نتمنى الخير ان شاء الله يعم المملكه كامله من شمال ووسط وجنوب. طبعا دائما تابعونا عبر منصاتنا على طقس العرب. الآن الحرارة ما دون الواحد. أبرن المحطة الآن بتسجل ما دون الواحد. نزلت حرارة درجة واحدة فوق الصفر إلى ما دون الصفر المئوي هنا في منطقة الرشادية على ارتفاع 1600 متر. كما هو متوقع جو بارد كثير يا محمد، عشان هيك الأمور يعني حرارتها نزلت. أمور مبشرة بإذن الله تعالى. منخفض خير ان شاء الله تعالى بعم فيه الامطار والثلوج كافه مناطق المملكه من اقصاها من جنوبها لشمالها لوسطها لشرقها. ان شاء الله تعالى الامور تكون طيبه. يعني اللي ما اجى ثلج المنخفضه بيجي في المنخفض الجاي. ها ان شاء الله يا رب في منخفضات جاي والله. ان شاء الله الموسم اول، بس الموسم اول يعني هذا اول منخفض تتعرض له المملكه. وزي ما حكينا بكره اول يوم في المربعانيه، بكره 21/12 ان شاء الله امطار خير وثلوج خير بتعمل المملكه ومنخفض خير يا ربي. الان بلش في تراكمات بسيطه خفيفه. طبعا احنا بنتمنى يوصل الثلج نص متر ابرن وال 40 سنتي. لا احنا بنتمنى، تمنى هذا التمني. لا اله الا الله، يعني جينا من 10 ل 20 كويس.
ماشي الحمد لله الحمد لله رب. واضح على الرياح. هاي ثلوج زياد ضاع بيلعب بالثلج قاعد. وهاي ثلوج موجوده بالاردن في جنوب الاردن في محافظه الطفيله بالزرق تحديد بمنطقه الرشاديه والقادسيه في لواء بصيره. كادر طقس عرب طريق طقس عرب الموجود حاليا في الرشادية أو في القادسية. عامر الطحف محمد السبايلة زياد أبو العظام في تغطية مباشرة للحالة الجوية. نعم صحيح. أهلا وسهلا بالجميع وأهلا بالجميع اللي انضموا لنا عبر صفحة طقس العرب. حياكم الله جميعا ولا زلنا ننقل لكم الحالة الجوية. يا أخ زياد وين يظل؟ لازلنا ننقل لكم التغطية المباشرة للمنخفض الجوي في منطقة الرشادية. خلينا نبعد شوي هيك عشان نعرف نجيب الصورة كاملة. اشتداد على وتيرة الثلوج لله الحمد والفضل. قد الساعة يا ياسر؟ الساعة كم؟ الساعة حاليا 10 صباحا. الساعة 49 دقيقة. ما شاء الله. هاي زياد بين. تفضل يا زياد وين غاطس؟ ايش في مناظرة؟ طيب اخ تعال خلينا نشارك الناس المشاهدين. محمد تعال خلينا نلف هيك. يلا يلا. زياد اكتشف منطقة. ايش اكتشفته؟ خلينا نروح محل اكتشاف زياد شو اكتشف. زي ما احنا شايفين الان بلش تراكم الثلج. نعم اظن. نعم صحيح. في تراكم بسيط جميل الحمد لله. نعم في تراكم الان واضح على المنطقه. هاي المنطقه زياد اكتشفها. اكتشفتها انت هاي؟ اه وقول ندور عليك ساعة وين زياد؟ نصور هون زياد. في تراكمات واضحة الآن زي ما أنتم بتلاحظوا بتشاهدوا مباشر في منطقة الرشادية. رياح شديدة. عليك واحد واحد وين محمد؟ راح يكتشف شيء جديد. تراكمات واضحة الآن على المنطقة الموجودين فيها. الحمد لله.
نرجع لمواقعنا. الآن طبقة بيضاء على الشوارع وعلى المنطقة بشكل عام. أبو عبد الله اختفى اختفى. طيب زياد المايك معك. طالك جولة زي ما كان هسه حاليا ما شاء الله الثلوج القطنية هي ابو عبد الله بين. دفيت يدي شوي بس توقعنا والله توقعنا. انت قبل المنطقة حاليا ما شاء الله ثلوج قطنية كثيرة جدا. رياح شديدة. أجواء قطبية صراحة. الحرارة حاليا تدنت إلى صفر مئوي ومتوقع أنها في ساعات من الظهر تدنى إلى ما دون تحت الصفر إن شاء الله. أصبحت المنطقة بيضاء بالكامل حاليا في منطقة الرشادية. ما زالت تراكمات قليلة نظرا لأنه تساقط بشكل منتظم ما له أكثر من 3 ساعة تقريبا.
يعني ما زالت تساقط الثلج مستمر بالرشادية على 1600 متر. قادسية وارتفاعات بصيرة وارتفاعات الطفيلة الآن تشهد تساقط ثلجي، تراكمات بسيطة ولكن منظر جميل. رياح قوية طبعا، درجة الحرارة تقريبا الصفر حاليا، أجواء جدا بارد. برند بدنا بس عدس ملاحظات انه بسير على طرقات في المناطق اللي احنا موجودين فيها اللي هي مرتفعات الجنوبيه محافظه الطفيله في لواء بصيره. نعم، يعني الطرق الان عليها ثلوج خفيفه، فيرجو اخذ الحيطه والحذر. نعم نعم، القياده يقدم ركبات اثناء المسير نظرا ل انه صار في عندنا طبقه من الثلوج على الارض، ولا الحمد لله مباركه بدنا نرجع الحيطه والحذر من كافه المستخدمين الطرقات وخاصه الطرقات الصحراويه. يعني الصحراويه في غبار بشكل عام، ما قبل ساعه احنا قصدناه في اثناء قدومنا للموقع، غبار قوي كان من اتجاه بعتقد من منطقه معان الحسينيه، في غبار. اتمنى دائما السلامه للجميع، لازلنا معكم في تغطيه خاصه في منطقه الرشاديه في محافظه الطفيله للاجواء المثلجه هنا ولله الحمد والبارده. ابو عبد الله، بس شوف لنا قديش هبات الرياح حسب محطتنا الموجوده في الرشاديه. هبات الرياح انا بعتقد انها راح تتجاوز الحاجز 90 كيلومتر. عبر المحطة؟ نعم صحيح، عبر المحطة. شوف لي اياها، لانه الموضوع بصراحة فيه هبات رياح قوية من فترة لأخرى. لا زالت الثلوج تتساقط هنا ولله الحمد والفضل. اشوف هنا الحرارة كمان وكل شيء وفي ثلج ولا لا؟ في ثلج؟ رياح شديدة. انا ابو عبد الله بدنا نطلع الموقع الاخر صراحه، هناك يعني ترتدي حلتها البيضاء في اول منخفض جوي لهذا الموسم، موسم 21-22. موسم ان شاء الله خير ومبارك باذن الله تعالى. ترتدي حلتها البيضاء ثلوج واضحه متراكمه هنا. اهلين، سوينا شويه عدس.
في رياح قديش هبتها؟ هبتها تقريبا 80 كيلومتر في الساعة. 80 كيلومتر في الساعة؟ نعم. المايك معك ابو عبد الله. طيب احنا راح نودعكم على امل لقاء بكم باذن الله تعالى في بث اخر من منطقة اخرى او من نفس المنطقة حسب الاحداثيات الجوية. لا تزال الثلوج تتساقط هنا في منطقة الرشادية على ارتفاع 1600 متر. كل التحيات وان شاء الله يومكم ابيض وبارك الله فيكم والى اللقاء. ابو عبد الله تفضل. نعم ان شاء الله نلتقيكم في بث اخر في تغطية خاصة لطقس عرب. طبعا فريق طقس عرب الان متواجد في منطقة الرشادية بالطفيلة القادسية. طبعا دائما وابدا في تغطية حصرية وخاصة مع طقس عرب. دمتم برعاية الله في بث آخر.